وصفنا بعض الصور القديمة من هنا أو هناك. الدراسة الكورس بتاع الدكتور تيمور ونجح وخلاص،
لكن الرقم ان يكون الدكتور تيمور واخد على خط مهني. فكتب له قصيده وجاء في مكتبه ولديه اجتماع. فهذا الرجل الجاسوس الكريم قابله بفرحه وابتسامه واخلصه الى جداره. وبعد ان انفض الجامعه قال له: قال لي اريد ان اقول لك قصيده اعتذار. فقال له: الان هناك عمل، انا سانتظرك يوم الاربعاء. فذهب اليه يوم الاربعاء وقال له: ساقول بس ابيات قليلا، يعني سطرين من القصيده. هنا قال له، هو ابتسم له وربت على كتفيه وقال له: انت رجل جميل وانا احبك. هذا هو الرجل، هذا هو الشاعر، هذا هو الطبيب احمد الخير. هذا الرجل قال له بقصيدته قصيده اعتذار، فبيقول له بكلمه بسيطه يعني: مهلا على الفن، مهلا على هذا الفن. لا تبتئس ان اخطات، او تبتعد ان اذنبت، او تحترم اما نأمل. يا من له مني الوفا، قل لي لم هذا الكفا؟ هل حاسب مني اشتكى ام ظنه في منصفه؟ يا سيدي ان الفتى لا ما عصى لا ما عتى، ان الابا في جنه ثم هوى من ذنبه ثم اختفى. هو ربت عليه وقال له في توبه كانت حمى لو لم يتب ما ثوب. ثم الفتى بعض الورى في نزوه ضاعت حجى، ثم الجفا منه اكتفى. هكا الفتى ها قد اتى، هل غافر ام ما ترى؟ يسمو صالح العبد. هذا كان جميلا لكنها تلم عن هذه العلاقه الاجتماعيه الرائعه التي يعني انا اسفه اخي اننا نفرق الى الكثير منها الان. اين الاستاذ في المدرسه او في الجامعه الذي يهرع اليه تدريبه اذا اخطا او شعر انه خطا؟ واين الاستاذ الذي يربط على تلميذه ويحبه ويشكره؟ نحن في حاجه الى مثل هذه اللفتات. انا قلت هذه ولو انها قصيده بسيطه لكنها تنم عن مجتمعنا وكيف كان مجتمعنا وكيف نحب ان تكون مثل هذه النماذج العظيمه سائدة بيننا من أساتذة وتلاميذ. أنا سأحاول ألا أطيل، لكن فقط بعض الأشياء التي شدتني جدا إنه محمد صلاح البطل في الكرة كيف كان أول من كتب عنه قصيدة الدكتور تيمور. يعني في كثير من المجالات والكتابات تناولت هذا الموضوع، وكان الرد أن فعلا نحن في حاجة إلى أن نقدم النماذج الطيبة البطولية ليحتذي بها شباب. علاقات الصداقة للدكتور الكبير أحمد شفيق ويحيى حقي وأديب نوبل نجيب محفوظ، دكتور خاطر شمس الدين، دكتور مصعب عويس، الناس الكبير كلهم، وكل بقى الإعلام وكل الصحافة وكل الأطباء. يعني لو يعني عددناهم لكان الكثير.
بيقول محمد صلاح: انا عجبني قوي القصيده دي، يعني حلوه قوي ان احنا نشجع الناس الموجودين. بيقول: فتانا الذي قد اتانا بشوشا بشيرا كوجه الصباح، مشيرا باصبعه للجماهير حين يفوز فيعلو الصياح، وتهتف من عمق اعماقها في حماس، وتدعو القلوب له بالفلاح. فتانا الذي قد اتانا وقد سجل الهدف العالمي لغربته في بلاد الضباب، يسابق من شوقه المستبد لمصر، يسابق من شوقه المستبد لمصر الرياح، كطفل يعود لحضن أبيه ليخبره أنه افتتح الآخرين هنالك أي اكتساح، وأن الجميع تحدث عنه وقالوا: أهذا مصر؟ أهذا فتاها ضناها وزرع حشاها، سليم الفراعنة المنشئين الحضارة في كل فج وكل براح، أهذا الفتى مر كالماء من طبقات الصخور، وراغ كمثل المساء من شهقات الصدور، لتلقط أنفاسنا بالرياح ففي وجهي من سمات السماحة ما يتمناه عالمنا من سماح. محمد صلاح: فتانا الذي قد أتانا جناحا كمثل ملاك بألف جناح، ليعلن أن بجيناتنا العبقرية تنمو بأغصاننا مثل زهر الأطار. فقط إن روينا الجذور بما قرار، وليس كمثل العزيمة ماء قرار. فتانا الذي قد أتانا ليعلن أن كرات دمانا نجوم تضيء بعز الليالي سمانا، وأن الشمال يمين، وأن الخصوم إذا ما لقوك عنيدا يكونون حين تراوغهم جاهزين أمامك بالانبطار، وأن المحال إذا ما شددنا إليه الرحالة متاح. محمد صلاح فتى مصر بين يديه الكؤوس وفي قدميه الشموس، يدحرجها من مربعها في الشروق ويرسلها كالعصافير حتى تعشش في شبكات الغروب، وتصدح في الجو أنشودة الافتتاح، وتهتف بالإنجليزية إنجلترا. مو صلاح أمير القلوب، احتلت الذي كان يحتلنا، وسجدت لربك فوق حصير النجيل، وما شئت أن تتبرأ مما تدير به لتجاملهم يا فتانا الجميع. مررت بأهلك، أخطعتهم بعض دخلك، بعض شقائك في الملعب المستطيل، لتثبت أن لمصر عليك حقوقا، وأن بمصر أصولك يا ابن الأصول، وتثبت أن بمصر البراعم قادمة من عميق ثراها، لترفع فوق الدرى العلم الوطني، وتجدو: بلادي، إذا بالنشيد يلف بحجم الخريطة كل الربا وجميع البطار. محمد صلاح دليل السلام بعصر يقلم أطفاله بالسيوف، ويرفع أفكاره في رؤوس الرماح، ويخفي القنابل بين السنابل، ويملأ بالسم حق التوابل حتى يطعم أفراحنا بالجراح. محمد صلاح نراه فنضرب حين نراه، وحين يرقص من يتصدى له في اقتدار، ويرسلها في مقص التمنيات يرقص في صدمة الانشراح. محمد صلاح تميمتنا هو أيقونة الكد والكدح والعرق العبقري النبيل،
بغير شفاه مثرثرة ولسان خطيب خطير العبارات. راح فتانا يقول ورحنا إليه لنسمع منه وندرك أن ليس دون النضال سبيل لكي نبلغ الهدف الذهبي ونلغي أسطورة المستحيل. فما المستحيل سوى قطعة الضعفاء، فما المستحيل سوى قطعة الضعفاء يبددها رفقاء السلاح. محمد صادق. شكرا جزيلا، أرجو ألا أكون أشد عليكم.